إذا نتحدث عن هذه الرقابة، الرقابة على المضامين والمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المختلفة، خصوصا مسألة السياسيين وتحكم الدول فيها، ما رأيك في هذا الأمر؟ وهل ترى أن هذه المنصات لديها معايير حقيقية أم معايير مزدوجة؟ طيب، خلينا في البداية أن احنا نتفق أن حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها أنه لا يوجد ميثاق شرف أو اتفاقية دولية أو معاهدة دولية بتنظم آلية عمل شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم. فهذه الشبكات هي تضع القوانين الخاصة بها وتنفذ هذه القوانين وفقا ما يتماشى مع ما يحقق لها مكاسب، سواء كانت مكاسب إعلامية أو مكاسب إعلانية أو حتى مكاسب استخباراتية. ويمكن إحنا شفنا الظاهرة أو شفنا الموقف الكبير اللي خدته شبكات التواصل الاجتماعي من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لما كان في فترة حكمه، وتم حظر حساباته على هذه المنصات. فده بالتالي يعني ياخدنا لجزئية الخاصة أن هذه الشبكات هي تصيغ المعايير والقوانين الخاصة بها. ويمكن إحنا بنشهد حاليا دلوقتي على مستوى العالم صراع ما يوضح هذا الأمر، هو صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشبكات التواصل الخاص الاجتماعي الخاصة بها وأبرزها الفيسبوك وجوجل، وما بين الصين وشبكة التيك توك الذي يتنافسان فيما بينهما لفرض سيطرتهما على العالم وفقا للمعايير الصينية ولا المعايير الأمريكية. فبالتالي أنا أؤكد أنه لا توجد معايير خاصة أو اتفاقيات خاصة تنظم آلية عمل هذه الشبكات.